يقول لك الألقاب الملكية في الأسرة العلوية. صاحب أو صاحبة العظمة، اللقب ده كان بيتم منحه للسلطان أو السلطانة، ومحدش حصل على اللقب ده غير السلطان حسين كامل وزوجته السلطانة ملك. صاحب أو صاحبة الجلالة، ده لقب الملك والملكة. صاحب أو صاحبة السمو الملكي، وده كان لقب لأبناء وبنات وأخوات الملك. أمير أو أميرة، طبعا اللقب ده بيمنح لأفراد الأسرة المالكة. الوجيه، ده كان لقب لأبناء الأميرات اللي اتجوزوا من برا الأسرة العلوية. صاحب الدولة، ده لقب رئيس الوزراء آنذاك. صاحب المقام الرفيع، ده كان لقب يمنح للحاصلين على الوشاح الأكبر لمحمد علي. حضرة صاحب المعالي، لقب كان بيمنح للوزراء والحاصلين على قلادة فاروق الأول. صاحب العصمة، كان بيمنح للأميرات اللي حصلوا صاحبة العصمة للأميرات اللي حصلوا على وسام الكمال من الملك، وحصلت عليه كوكب الشرق أم كلثوم من الملك فاروق شخصيا. وفي كمان صاحب السعادة للباشا وصاحبة العزة، وصاحب العزة بتقال للبيت.